صوص الرانش بنستخدمه برضو في حاجات كتير، على البطاطس شغال، على البيتزا شغال، على الفراخ البانيهات، كل حاجة مش هيقولك لا، هو تحفة جدا. ايه مقاديره؟ هتبقى عبارة عن ايه، معلقة كبيرة من البصل الاخضر متقطع صغير جدا، هو ده كان عايز تقطع اكتر من كده، معلقة كبيرة من الشبت ومفرومة ناعم اشيلها يمين ولا شمال؟ اوكي حاضر، حلو كده ولا كمان؟ تسلم يا استاذ حمدي عشان مقدرنا تيجي معانا. يلا نقول كمان، معلقه كبيره من البصل الاخضر متقطع صغير جدا، معلقه كبيره من الشبت برضو مفروم ناعم جدا جدا، معلقتين كبار من عصير الليمون، كوبايه كريمه لباني، هنحتاج كمان معلقه كبيره من الحليب، معلقه كبيره مايونيز، معلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر وملح. واظن امبارح كانت الحلقه جباره بالبصل والتوم الباودر. تعالوا بينا بقى نجيب بوله كبيره، البصل النهارده والتوم بتوعي ده هيخلوا ريحه الرانش تحفه. هنحط الكريمه، بسم الله الرحمن الرحيم، واحط عليها عصير الليمون، المضرب معانا. طيب احنا لا احنا هنضطر لا مش هنضطر هو لازم نسيبها يعني 10 دقايق قبل ما نبتدي نضربها. خلاص احنا كان معانا الرانش، حطينا الليمون، حطينا الكريمه، وهنقلبه بقى. هتبص تلاقي قوام الكريمه ابتدى يتقل معاكي. وابتدي احط كل المكونات اللي عندنا، البصل الناعم الاخضر المفروم ناعم، الشبت، وحاولي هنا ما تاخديش سقان الشبت، الورق بس، التوم البودر، الله على الريحه اللي احنا عاملينه امبارح تحفه، والبصل، تمام، وعندنا كمان المايونيز. اقلب بقى كويس قوي، ندي معلقه الحليب كمان. مش ممكن بقى على الطعامه، سهل وبسيط، فاضل ايه؟ فاضل الملح والفلفل. يلا نحطهم. صوصات كلها بنحبها وبنشتريها من السوبر ماركت وبتبقى غاليه، فقررنا النهارده ان احنا نعمل شويه حلوين. ادي الملح ورشة بسيطة خالص من الفلفل. حالا بالظبط ادي، شايفين ادي الرانش معانا بقى جاهز للتقديم. حطي بقى جنب الاكلات، على البطاطس، على البيتزا، تحفة تحفة تحفة، ما شاء الله، زي الفل. خلصناه، هنقدم بس على طول.